السلام عليكم. سوف يتم شرح طريقة تسجيل المحاضرة وتحميلها على منظومة التعلم الإلكتروني. عند البدء في المحاضرة نضغط على زر Record. عند الانتهاء نضغط End Meeting. تبدأ عملية حفظ الملف. يتم حفظ الملف داخل مجلد زوم الموجود على القرص سي داخل مجلد Document. نقوم بكتابة اسم المحاضرة. نضغط OK. ثم نقوم بفتح الأوتلوك. نختار ون درايف. نقوم بتحميل الملف. نضغط على كوبي لينك. نضغط كوبي. ندخل إلى المنظومة ونختار المادة. نضغط Add Activity or Resources. نختار أيقونة URL. نقوم بكتابة اسم المحاضرة. وإضافة اللينك. نضغط Save and Display.